معكم أحمد بوشرقة منتج وخريج من الأقاليم الجنوبية. أولا نشكر جمعية الأرض الحرة على إتاحة الفرصة باش نكونوا حاضرين معكم في هذه المدينة الجميلة. ثانيا أمام قناة كبيرة تبارك الله عليهم، يعني فرصة كبيرة بالنسبة لنا نلقاو مستقبل. اشتغلت لمدة تقريبا 6 سنوات مع مركز سينمائي في إطار برامج وثائقية وأفلام وثائقية كمنتج، لأن كاين فرق بين المنتج ومنفذ الإنتاج. ملي كتخدم مع مركز سينمائي كتولي نسبتك منتج، حيت لأنك كتشد أن بروجي وتنفذو في إطار التلفازة. شي حاجة أخرى سميتها تنفيذ الإنتاج اللي هو موضوع ديال الندوة ديال اليوم. كانت تجربة جميلة مع القناة الثانية اللي هي أول تجربة وأول تجربة في الأقاليم الجنوبية. أهم شيء بأنها كانت باش تجي تدفع في القناة الثانية، وكاين مجموعة من المصابر ومجموعة من الإكراهات اللي كنعتبروها حنا كفنانين كيف قالت الأخت الإبداع وما هو إداري شوية جاي متبعد، ولكن كانت الثقة ديال القناة في المشروع قبل بدينا التجربة. نتكلم انطلاقا من هذه التجربة البسيطة. منفذ الإنتاج خاصو يعيب مسألة، ومسألة بالضرورة تكون أخلاقية هي الدرجة الأولى، لأنه عليه واحد المسؤولية كبيرة. هو كيلعب دور محوري بين المنتج اللي هي القناة وبين المخرج والفريق التقني والفنان. كاين إكراهات أولا الميزانية، ما يمكنش تطلب شي حاجة كبيرة مستوى طالع بهذه الميزانية اللي هي معطية كل شيء كيعرفها مليون درهم. وكيف قال لك الإخوان راه جد إخوان، كيف قال الأخ عبد الكريم جد إخوان كيصوروا في كازا باش تنقصوا الميزانية 30%، بينما ملي كتصور برا كازا شي حاجة أخرى. كيف قلت أهم حاجة خاصو يسترجع المنفذ الإنتاج هو بأنه كيعدل واحد العمل اللي غادي تحاسب عليه، وهذا العمل تقييمه ماشي اي حد. الان العمل كيقيمه الجمهور، من حق الجمهور يقيم العمل. وخاص صراحة نقول لكم هو بانه اختيار الناس اللي غادي تقوم بهذا العمل خاص يكون فيه نوع من الذكاء، وفي نفس الوقت تكون واحد الميزانيه مقبوله. علاش؟ نعطيكم مثال. كنتفرجوا في مسلسل مثلا واحد البطل اللي هو كيدافع على الخير وكذا، ومثلا نقولوا ضابط شرطه وكذا، كتقلب القناه كتلقاه في مسلسل اخر هو شرير ومجرم وكذا. علاش؟ في واحد المسلسل عنده هذا المشكل اللي كاين معاه في واحد المسلسل تلقاه انسان مثلا غني وكيعيش واحد الحياه ديالها، كتبدل في ثلاث بلاص تلقاه ولا فقير. دونك غنقول لكم انا فين كاين. اهم حاجه لو كانت كاينه ميزانيه مزيانه ملي نجيب هذاك البطل ندير معاه واحد الالتزام بانه غيخدم معايا بوحدي. علاش؟ غنقول لك علاش. هو واش كيقلب؟ كيقلب خدم ثلاثه الخدامي اربعه. ايه غير ثلاثه. ملي نعطيه الخدمه ديال الفلوس ديال ثلاثه ديال الخدامي غيلتزم معايا. فهمتي؟ فهمت. صافي. انت كيف قلتي مساله الفلوس؟ ماشي مشكل. واحد القضيه اخرى بغي نقولها لكم هو ان منتج المنفذ صراحه عنده التزامات مع القناه في اطار واحد العقد، ولكن خاصو كيف قلت لكم بانه يسترجع عن هذا العمل هو ستار الفيروس اللي كيتقدم للبلاد. دونك خاصو مجموعه من الصفات اللي تكون كاينه بانه خاصو يحقق عمل في المستوى، ماشي باش يبقى ديما خدام ولكن يبقى ان ريفيرونس، لان عندنا اجيال صاعده، عندنا واحد الدراما اللي كتعاني الان مجموعه من التطور التكنولوجي بحال شي ديال البلاتفورم. وهناك رجع ليغيشي اللي كاين في المغرب كنعرفوا المركز السينمائي والتلفازه، نتمنى تكون كاينه عندنا بلاتفورم حقيقيه بحال اللي وقع هذا في شاهد ونتفليكس وهذا الشيء، باش تكون هي ان ليغيشي اللي يولي يلقى المنتج المنفذ فين ينتج. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.